مشاهدي قناة شوف تي في والمرأة تي في، صباحكم مبارك سعيد، صباحكم حب أمل وتفاؤل. مرحبا بكم معنا في هذا البث المباشر مباشرة من مدينة مكناس. نتكلموا حول موضوع، عطونا الرأي ديالكم فيه، شنو اللي كيخلي بعض المواطنين يلتجؤوا للإعلام باش يتكلموا على المعاناة ديالهم، باش يطلبوا المساعدة في وسائل الإعلام. شنو اللي خلى بعض الأسر تشكي مشاكلها في الإعلام؟ فأعطونا الآراء ديالكم وأعطونا التعليق ديالكم، شنو اللي كيخلي بعض الأسر أنهم يلجؤوا للإعلام باش يطلبوا يد المساعدة؟ فاحنا يا احيانا كنا شحال هادي، كنا الناس القدام شحال هادي، فشي جار ديالهم ولا جاره ديالهم كتكون في المساعده، الدرب كله كيكون عارفها والناس كاملين كيجيبوا لها المساعده. دابا شفنا الناس ولات كتلجأ تتلجأ للاعلام، رايكم علاش؟ شنو اللي خلى المراه المغربيه والرجل المغربي واللي الله يحسن الاوان المغربيين على امرهم انهم يلتجؤوا للاعلام باش يطالبوا يد المساعده من طرف المحسنين؟ فاحنا شفنا البارح تم درنا تغطية الحالة الإنسانية اللي حقيقة تقطع في القلب. أنا يا بحكم كنحاول أنني دائما كما كنقولوا نبقاو مهنيين ونبقاو متجردين داك العاطفة، ونحاولوا أننا دائما نخدموا خدمة ديالنا، ولكن شي مرات العاطفة كتغلبنا لأن كيكون الأمر صعيب وصعيب بزاف. البارح صورنا حالة ديال أب عنده 6 ديال الأطفال الصغار، الكبير فيهم في عمره 14 سنة، يعني عنده من عام حتى ل 14 سنه، 6 ديال الاطفال ما لقاش باش يوكلهم، ما لقاش باش يغديهم. منى مانو سامول كيقول لانهم امراض نفسانيا كلهم، يعني بغيتي تقول ما عندهمش زعما داك الكرامه؟ لا، شوف هنايا نقول الله يحسن العوان، هنا نقول الله يحسن العوان لاي واحد. فداك السيد اللي على سبيل المثال فهو غادي يكون على سبيل المثال وقيس على ذلك. السيد هذا اللي البارح درنا ليه التغطيه الاعلاميه قال انه خدام في واحد الباركينج اللي كيصور فيه واحد عنده واحد 5 ولا 10 ديال الطوموبيلات ولا 6، كاين اللي كيخلصوا كاين اللي ما كيخلصوش، عنده 6 الوليدات. هذا هو الخطا اللي دار. فانا يا رديت ليه اللومه، قلت ليه انت يا ما عندكش الفلوس، ماشي ما عندكش الفلوس، ما عندكش خدمه يعني قاره، ما عندكش واحد السالير اللي هو فيكس، ووالد 6 الوليدات زعما ما كاينلاش. قال لي هذا والله ما عندي ما ندير. ف لا اله الا الله، انا بالدموع كيقول على انا ولدي كيبكي، وفاش نطي يبكي وانا مولفه زعما، واخا يكون قدامي شي راجل كيبكي كتجيني عادي صافي، راه زعما الظروف الله يحسن العون. ولكن باش تشوف اب كيبكي لان ولادو فيهم الجوع، والوليدات الصغار كاملين هادو كيبكي، والوليدات الصغار كاملين الدموع في عيناتهم وغير بالسكات، يعني ديك الدموع ديال السكات هو اصعب دموع، هو اصعب احساس، وانا كتكون غير كتشوف الدموع كيهبطوا لك. هنايا شفنا داك الاب كيفاش كان كيبكي، شفنا داك الوليدات كيفاش كانوا كيبكيو. فقال لي انا ما التجأت للاعلام وما التجأت لقناتكم الموقره حتى ضاقوا بيا الحيوط، حتى ما بقيتش كنلقى من وكلهم. هو ولدي البارح لقيتو جالس كيبكي، قلت ليه مالك؟ قال لي فيا الجوع، ما لقيت ما ناكل، اضطريت انني ناخذ الجاكيطه ديالي ونمشي نبيعها ونمشي نبيعها باش نجيب ليه لقمه العيش، باش جبت ليه واحد الكيلو ديال الطحين. طبعا في الاول والاخير كنبقاو حنا انسان وكنبقاو بشر، وكتحاول انك تعاون باللي كتب الله، يعني احنا ماشي كنخلصوهم ولا كيخلصونا، ولكن تعاون باللي كتب الله. وكتشوف الدوام هذا، هنا شفناه كيفاش قال لي الناس فاش كنقول لهم راه عندي 6 الوليدات وكاري وداير وفعل وتارك وندير الماء والضو والمصروف، هذا ما كيتيقوكش. علاش ما كيتيقوكش؟ حيت كثروا نصابه، كثروا كذابه، كتولوا اللي ناس عندهم فلوس وعندهم ديور كارينهم لعباد الله، ويمشوا يقول لك خويا متعت الله الله يرحم الوالدين. فلا إله إلا الله محمد رسول الله. هنا يا الحمد لله سمعنا أن ناس تجاوبوا مع هذه الحالة، وناس تعاطفوا مع هذه الحالة، والناس تصلوا به، لأنه حقيقة الوضع اللي كنا فيه هو وضع صعيب، ما غاديش يحس بهم إلا اللي ما عندوش تاو مغلوب على أمره ولا حول ولا قوة إلا بالله. ليه أو لا اللي عمره جرب الفقر وعمره حس بالفقر وحس بالفقير، ولا اللي ما
في قلب بشر رحمه. هادو هما الناس اللي زعما ما يقدروش انهم يتعاونوا مع الحاله ديال البارح، فماشي ضروري انه تكون يديه طايره ورجليه مريضه ولا شي حاجه باش انا نقدروا نعاونوه، لانه كيف ما قالنا هو مغلوب على امره، كان خدام في خياطه، الخياطه ما بقاتش واكله لانه ما عندوش ماكينات، ما عندوش الات، ما عندوش. فهنايا رجع مصيرو، راكم شفتوا الحاله ديالو. والغريب في القصه هو انه عنده بنيته كتقرا، عنده وليدات كاملين كيقراو، والبنيته الكبيره اللي كتقرا في السابع وقيله، في السابع جراو عليها من المدرسه حيت ما خلصاتش لاسيرونس، حيتاش خصها تخلص 775 درهم 15% لاسيرونس ما خلصاتهاش، والاب طلب مهله ما وفاش بها داك المهله ديال الاسبوع، وصافي ما بقاتش البنيته قادره تمشي تقرا. فقلت ليه سير وشرح لهم الظروف الاستثنائيه اللي كتمر منها وان شاء الله يكون خير. زعما في الاخير كيبقى المدير والحارس العام راه كيبقاو زعما ناس وفي قلبهم الرحمه، ما يمكنش لا يجوز ان البنيته ما تمشيش يومين تقرا واليوم الثالث وغدا الرابع والسادس، وقيس على ذلك حيت ما عندهاش 15% دريال باش تخلص لا سيرونس. هنا غادي نقرا التعليق ديال رفيق الزين، قال لي ان الناس عموما كيعتقدوا ان الاعلام صوت من لا صوت له، لذلك ينبغي تحريص جميع القنوات الاعلاميه اللي خدمتهم وتقديم يد المساعده لهم، والله لا يضيع اجر المحسنين. من نفس المؤمنين كربة الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب الآخرة. صحيح هنايا كان تعليق ديال رفيق اللي كيقول على أن خاص جميع الناس أو المواطنين أو لا فاش كيلتاجئوا الإعلام باش أنهم يطلبوا يد المساعدة، راه حتى كيعرفوا أن الإعلام هو صوت من لا صوت له، فأن جميع القنوات خاصة تقدم يد المساعدة لهاد الناس هادو، والله لا ما كيضيعش الاجر ديال المحسنين، واللي دار خير في الدنيا وفرجها على مؤمن ربي يفرجها عليه في الاخره. صحيح هو قال انني في ارض الواقع الناس كنمشي عندهم كاينين اللي الله يعمرها سلاها والله يكثر خيرهم كيعطيوني وخا ديك البركه قليله، ولكن لا بلوبار او لا معظمهم او لا النص الكبير اللي كي ما كيتيقش، لانه حقيقه غير عندك واحد وغيقول لك اختي انا عندي 6 وليدات وكاري وعندي الماء والدور شي حاله صعيبه، انا براسي ما غاديش نعطيه، غادي نقول صافي راه هذا غير نوع من انواع النصب والاحتيال اللي كيديروا على الناس، ولكن ظروف الواحد صعيبه. فانا صافي خديت واحد العبره وخديت واحد التجربه، خديت واحد عاتق على نفسي، قلت اي واحد زعما الى ربي كان اي واحد جا وقال لي راه ما هذاش بقى كيزرب عليا كيف ما كنقولوا، غادي نقول ليه بينك وبين الله ونعطيوه اللي كتب له، ما كنهضرش على راسي كنهضر علينا حنا جميعا، اي واحد شفناه جا كيزرب علينا في الهضره وما تقناش به على انه راه محتاج، ماشي راه غير شي واحد كيتعطى المخدرات ولا شيء من هذا القبيل، نوهبوها الله ما نوهبوهاش ليه، غتقولها له هاب في سبيل الله ماشي ليك. فهنايا ربي غادي يحسبك الاجر ديالك، هو اللي كان كيكذب راه الاجر ديالك غيدوبل. هنا غادي نشوفوا ايتاج حفيد، السلام عليكم من ناس بن سليمان، مرحبا ناس بن سليمان معنا في هذا البث المباشر، مرحبا بالجاليه المغربيه المقيمه خارج ارض الوطن اللي حقيقه الدور ديالها كبير معنا في الدور اللي كتلعبوا مع الحالات الانسانيه، فحقيقه عدد كبير. هذه اشاده غادي نقولها، نوه بالجاليه المغربيه المقيمه خارج ارض الوطن، راه كيعاونوا الحالات الانسانيه بزاف 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 بزاف، خصوصا الجاليه كتعاون الحالات الانسانيه، والحمد لله ربي ما غاديش يخيبهم، وراهما في الغربه وما تعرفش شنو كتغطي عليهم هذا الخير اللي تيديروا. هنا فاطمه الزهراء كتقول ولكن اختي شي عيالات تيبان لهم الراجل فقير وهي جالسه تتولد. صحيح لاله فاطمه الزهراء، صحيح ان المراه كتكون هي اصلا كحطه ما عندها لا خدمه لا مدخول لا حتى شي حاجه، وكتزوج براجل حتى هو بحالها ولا كفس منها ولا اكثر ولا قل منها شي شويه، هذاك الراجل ما كيكونش مخبي على دوائر الزمان، داك الراجل ما كيكونش عارف بحق الزمان، ما كيكونش عارف باللي راه الوقت صعيبه، وانك لا ولدتي راه ما ناس ميسورين، ناس ربي عطاهم الناس لاباس عليهم، ما كيولدوش 6 و7 و10، غير حنا الناس غير حنا الناس اللي ربي ما عطاناش ربي ما عطاناش شويه ديال الفلوس وما تنولدوا بزاف، فالواحد خصو تكون عنده حتى الثقافه ديال الاولاد. هي ولدات داك الوليدات وقالت ان شاء الله ربي يكبروا ويخرج لي فيهم الخير، ولكن شنو ذنبهم ساكنين يعيشوا في العذاب ويعيشوا في الفقر.